على فكرة أيها الإخوة، حين تدققون وتمعنون النظر تجدوا، كأنها جواب الشرط، تجدوا أن كل الحروفيين، كل الجامدين، كل الذين يتعاملون مع النص الكريم، مع النص المقدس كما يقال، بمجانية، باستخفاف، بمجانية غير مكلف، يستخفون تماماً أن يعزوا إلى الله ما شاء وإلى رسوله وإلى الأديان وإلى الفطرة والطبيعة إلى قانون الله الكوني. أيها الإخوة، كل هؤلاء يعانون من إعاقة، أنا أعتقد أنها إعاقة في الدماغ على المستوى العصبي، أتكلم الآن بلغة العلم، العلم الطبيعي الذي يمكن أن تستقصى فيه الحالات تجريبياً مش تأملياً. كيف؟ كل الحروفيين، كل الجامدين كارهون للمجاز، يكرهون المجاز، يفشلون دائماً في أن يمضوا مع النص خطوة، فضلاً عن أن يمضوا خطوات في ساحة، خطوة واحدة أيها الإخوة في طريق الرمزية، في طريق المجاز، في طريق ما هو أبعد من الحرف المباشر الذي يمكن أن تلقاه الإنسان الأكثر عادية أو اعتيادية، الأكثر سذاجة وأمية ثقافية، يفشلون في هذا ويكرهونه ويؤصلون لهذا، يؤصلون لهذا بطرق نظرية. الآن في علم الأعصاب أيها الإخوة، في علم الدماغ، يعتبر هذا مرضاً في الحقيقة، هو مرض تم اكتشافه، أن الذين يعانون من انقطاع بعض أيها الإخوة الاتصالات، لن أتكلم الآن باللغة الفنية حتى لا نعقد الموضوع، يعانون من هذا، صعب جدا عليهم أن يتخيلوا، لا يفهمون اللغة الرمزية. أحيانا يعاني الواحد منا من بعض الناس حين تذهب تمازحه تفاكهه، يأخذ الأمر دائما بجد المسكين، هذا نفس الشيء يعاني عصبيا، في عنده مشكلة عصبية، لا يفهم الشيء أيها الإخوة رمزيا مجازيا ميتافوريكليا، يعني لا يعرفون هذا، لا يستطيعون، يفشلون، عندهم عجز، عندهم عواق أيها الإخوة، إعاقة عصبية. حين يصبح هؤلاء منتجين لفكر، منتجين لتأويل، منتجين لتفسير للدين، هي الكارثة. الناس العوام المساكين لا يعرفون هذا، يعرفون المظاهر، انتبهوا، يعرفون اللحية وجلباب وألقاب ويصدقون، ايش عرفوا طبعا، لا نلوم عليهم، لكن نلوم على أهل الفكر.